عائشة. لم تعد برامج مدينة شباب تقتصر على البرامج التعليمية والترفيهية، بل باتت في المواسم الأخيرة أكثر تنوعاً، حيث التركيز على البرامج المتخصصة. نعم، فقد طرحت مدينة الشباب في هذا الموسم برنامجاً يختص بعلم الجنايات، حيث يتم فيه تدريب المشاركين على كافة الأمور المتعلقة بهذا المجال. الزميلة خولة الجرينيس دخلت إلى عالم الكشف عن الجريمة في سياق هذا التقرير. شاركت وزارة الداخلية في مدينة الشباب 2030 لهذا الموسم ولأول مرة ببرنامج CSI، وهو برنامج يختص بالعلوم الجنائية. يتم فيه تدريب المشاركين على كيفية الكشف عن الجريمة من خلال التعرف على كافة الجوانب المتعلقة بها من خلال الأدلة والبراهين التي تكشف غموضها. البرنامج يتكلم عن العلوم الجنائية ودورها في كشف غموض الجرائم التي تصير في البحرين. طبعا البرنامج امتد لمدة 6 أسابيع، استهدف الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة، وخصصنا هذا البرنامج لشرح كيفية عمل إدارة الأدلة الجنائية وكشف غموض الجرائم. تكلم البرنامج عن التصوير الجنائي، عن البصمات، عن سيناريو الجريمة، وشون ان احنا نحقق الغاية اللي هي الكشف على الجاني. يتولى البرنامج التركيز على عدد من الأمور الأساسية التي يقوم بها المحقق عند وقوع الجريمة، تتمثل في رفع البصمات الموجودة في مسرح الجريمة والأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، بالإضافة إلى الطرق المختلفة في فحص الجثث. هذا التخصص الجديد جذب شباب 2030 للمشاركة فيه، وشجعهم على البحث ومحاولة فك ألغاز الجرائم المختلفة. هاي البرنامج يفتح لهم باب حتى حق الوظائف، حتى حق الدراسة، الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ويلتحقون بوزارة الداخلية في هذه الأشغال، يعني يفتح لهم باب حق سوق العمل. فكرة البرنامج هو يختص في العلوم الجنائية، وشلون نقدر نطلع الأدلة الجنائية، وشلون نرفع البصمات. وهاي البرنامج علمني وايد، علمني شلون افكر تفكير، شلون يكون تفكير ابداعي، وعلمني شلون اطلع معلومات الجريمه. احس هالبرنامج بيفيدني في شخصيتي ان اشوف الاشياء من منظور ثاني ومحكم من اول نظره، اشوف الادله واشوف الاشياء اللي فيها، بعدين اشوف احكم على القضيه. احب المسلسلات والافلام اللي فيها هاي طابع. جيت هني عشان أعيش التجربة، عشت التجربة، علمونا شلون نشيل البصمات، نرتب الأدلة، نحط أرقام على الأدلة وكل شيء، نجمع الأدلة. هني أنا يفيدني وايد، فادني هاي كأبي أقبل على إني أشتغل في المستقبل، وعرفت شلون رجال الأمن يتعبون لين على ما يلقون الحقيقة. تخصصات متنوعة تطرحها مدينة الشباب 2030 تفتح آفاقا جديدة للشباب ليحددوا من خلالها اختياراتهم، فتنمي لديهم الجانب الإبداعي في التفكير المنطقي ليرسموا مستقبلهم ويتعلموا فيها أمورا مختلفة تحرك العقل وتنمي الذكاء ليكونوا أكثر تفاعلا في المجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.